فريق شبيبة بجاية أول فوز له في بطولة هذا الموسم. سؤال يطرح نفسه بالنظر إلى النتائج الغير منتظرة لأبناء سعدي التي اكتفت بالتعادل الإيجابي في هذه الجولة عندما استقبلت فريق أهل البرج. زملاء القائد زافور وإن دخلوا اللقاء بقوة، 4 دقائق عمل جماعي من وسط الميدان، تبادل سريع للكرة يختتمها بوزيان بهذه التسديدة ليطغى على المباراة. بعد ذلك الاندفاع البدني من كلا الجانبين، ما أجبر الحكم حمودي إشهار البطاقة الصفراء في 3 مناسبات وفي ظرف 3 دقائق. بطاقات فهمها المدربان اللذان طالب اللاعبين بأكثر حذر. الدقيقة 20 تشهد ثاني فرصة حقيقية للبجوية كانت لميباركي عندما سدد كرة قوية أبدع الحارس بن خجا في إخراجها إلى الركنية. ليأتي الفرج لأبناء يما قرايا في الدقيقة 30 عندما أعلن الحكم حمودي عن ركلة جزاء تسبب فيها بن دحمان الذي عرقل مداحي الاختصاصي كوليبالي يفتتح باب التسجيل، لتشهد بعدها أول فرصة حقيقية جرار رأسيته تعلو العارضة. آخر فرصة كانت لشبيبة بجاية من أجل مضاعفة النتيجة لولا الزاوية 90 التي ردت مخالفة عقول. الشوط الثاني شهد في ربع الأول طرد الحكم حمودي لكل من شبيرة من البرج بعدما احتج عليه ليرافقه بعد ذلك بدقيقة لعربي من بجاية إلى غرف تغيير الملابس بعدما حاز على الإنذار الثاني. الدقيقة 85 خطأ من الدفاع في رد الكرة يستغلها طياب الذي يقدم كرة على طبق لسعدي، هذا الأخير يعدل النتيجة وسط فرحة كبيرة لأنصار أهل البرج التي تنقلت إلى بجاية. ينتهي اللقاء بتعادل ثمين لأبناء بلحوت، فيما يستوجب على سعدي إيجاد التركيبة السحرية لفريقه لإخراجه